اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر لما سمع من رسول الله بكى، قال لي الحبيب ما يبكيك يا عمر؟ قال لي يا رسول الله كل شيء قد اكتمل فإنه لا بد أن ينقص. قال لي صدقت يا عمر، اليوم تم الله عز وجل دينه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام الله عليكم أينما كنتم ومرحبا بكم معي في الحلقة 28 من سلسلة مع الحبيب. وهنيئا مرة أخرى وككل مرة لكل من وصل معي حتى لهذه الحلقة. خير ما نتطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. من بعد ما رجع رسول الله من تبوك منتصر وخافت منه حتى الروم وكاع القبائل اللي خافوا من رسول الله في المدينة، غيقرر الحبيب باش أنه يحج من بعد هاد العام، وكانت السنة التاسعة للهجرة، وقرر باش أنه يحج في العاشرة. ولكن قبل ما يحج ضروري باش أنه يصفت هاد السنة أقوام للناس في مكة، يقولوا لهم لأنه هاد السنة هي آخر سنة للمشركين، غادي يصفت 300 واحد باش يحجوا هذاك العام. من بعد ما سال رمضان وشوال دخلت ذو القعدة، غيصفت سيدنا رسول الله 300 صحابي لمكة باش أنهم يؤديوا مناسك الحج، واللي كان على رأسهم أبو بكر الصديق. في الطريق أبو بكر معهم غادي يلتحق بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اللي غادي يسولوا أبو بكر أأمير أم مأمور؟ واش عينك رسول الله على القافلة أميرا أم مأمورة؟ قال ليه بل مأمور، صفتني بصورة براءة وغادي تنزل على رسول الله صورة التوبة. لما وصل أبو بكر في الحج وحج مع الناس، وكان في الحج مشركون وبعضهم ما كانش مستور في العورية ديالو، يوم النحر يوم العيد غادي يأذن أبو بكر وصفت المؤذن ديالو أن لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد هذا العام مشرك، وما يطوفوش بالبيت عريان، ومن كان معاه عهد مع رسول الله فعهده المدة ديالو، وإلا فالعهد ديالو 4 شهور. وناد علي يقرأ للناس سورة البراءة، وناد يقرأ علي سورة براءة على الناس. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ناد مؤذن أبو بكر في ميناء وفي مكة في يوم النحر كي أدنوا في الناس أنه لا يحج من بعد هذا العام مشرك، وما يطوف من بعد هذا العام عريان، وتم بلاغ الناس باللي هذه هي آخر سنة ديال الشرك. العام 9 للهجرة كي تسمع عام الوفود، هاد الوفود اللي كانت كتجي للمدينة من كل اتجاه لعند رسول الله. القلوب تعلقات بهذه البلاصه وخصوصا بالحبيب، مولانا وعده وصدق عهده، والناس يدخلون في دين الله افواجا، كيجيو عنده كيسولوا على الدين وما تيخرجوا الا وهم مؤمنين. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. تيقول عمر بن سلمة كنا في مكان فيه ماء في اتجاه المدينه، غيسول ابي الركبان فين غاديين، كل ركب تيقول غادي للمدينه، فيها واحد الرجل تيقول انه غادي عند رسول الله، يا اما مسلمين يا اما ما غادي نخرجوا من عنده حتى نكونوا مسلمين. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشد الناس عداوة لرسول الله جاوا باش يبيعوه، جاوا وفد من عبد القيس اللي عليهم واحد الرجل سميتو اشد بن عبد القيس، الذي اعجب به رسول الله وقال ان فيكم خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فرح الرجل وقال أخصلتان جبني الله عليهما أم تخلفته بهما؟ قال ليه بل جبلك الله عليهما. جوف دوس لرسول الله اللي كان إسلامهم بسبب طفيل بن عمرو الدوسي اللي اسلم قديما، مشاو حاول في القوم ديالو باش أنهم يسلموا، وجا عند رسول الله بزاف ديال المرات كيشتكي من القوم ديالو. هز رسول الله يده وقال اللهم اهدي دوس وآتي بهم، وفعلا غادي يجيبهم طفيل 80 بيت من القرية ديالو اللي غادي يدخلوا الإسلام. رسول الله في السنة 8 من الهجرة غيمشي لمكة 10,000 باش أنه يفتحها، من بعد عامين كثر من 124,000 اللي غادي يدخل الإسلام من قال بلايس. غادي يجي وفد واحد اخر من الوفود لرسول الله بغي يدخل الاسلام، حتى سلم فيهم واحد الرجل من بني زهير واللي خوه كان شاعر وسميتو كعب بن زهير، ورسول الله صفت لكل من كان تيأذيه ان يقتل الا كعب بن زهير. الى الان كان خايف وصفت ليه خوه باش انه يقبل على رسول الله مسلمين، حيتاش كيقبل اي واحد مسلم. في دب كعب بن زهير بغى الاسلام وغادي يدخل للمدينه متسلل، حتى جا واحد الرجل من بني جهينه جلس عنده وبغى الاسلام أشار له الأنصاري أنه يصلي الفجر مع رسول الله ويقبل عليه، ولكن تكلم بكلام، والنبي كان يرسل باش يتقتل كل من تكلم فيه،
جلس وصلى الصبح ورسول الله ما شافوش. بعد ما صلى الصبح اشار اليه الانصاري زعما نوض حط يديه مع يد رسول الله وهو ما تيعرفوش. قال ليه يا رسول الله ان كعب بن زهير يريد ان يقبل اليك مسلمه، واش تقبلوا؟ قال ليه نعم اقبله. قال ليه فين هو كعب بن زهير؟ سمعوه الصحابه وناض رجل من الانصار وقال ليه اذني يا رسول الله انني نضرب عنقه. قال ليه لا لا، وهذه كانت رحمة من رسول الله، قد جاء تائبا وقبلناه. غادي يخرج الشاعر كعب بن زهير فرحان ومسرور وبدا كيقول شعر: بانت سعاد في قلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. وكلام طويل، قال شعر اللي كان طويل فيه كيمدح رسول الله من شدة الفرح ديالو. وهكذا غادي ينتشر الإسلام كيف وعد الله نبيه. ما بين الوفود اللي كانوا كيجيو عند الحبيب، وفد بني النجران اللي كانوا من النصارى من الجنوب جاو عند رسول الله بعد ما سمعوا به، لا هما ولا كاع العرب جاو عند رسول الله، وكان على رأسهم ثلاثة العاقب والسيد والأسقف، غيتجمعوا برسول الله كيسولوه بعض الأسئلة، واللي كان ما بينها غادي يسولوا على عيسى بن مريم عليه السلام. وأنزل الله تعالى آيات في عيسى: أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. غادي يقرأ عليهم سيدنا رسول الله ما قبلوهاش، قالوا كيفاش يكون عيسى بحال آدم؟ وهما كانوا تيألهوه، كانوا تيألهو عيسى. قال لهم هذا هو الحق ما تشكوش فيه. قالوا لي إذن إن لم يكن إلا هذا ما تقوله في عيسى، إحنا راه كنتحداوك. دعاهم رسول الله المباهلة. قالوا لي كيفاش؟ قال لهم غادي نخرجوا جميع ونخرجوا أطفالنا وولادنا وعيالاتنا ونجتمع أنا وانتوما، واللي كان كذاب ندعو الله أنه تنزل عليه النعلة. قالوا لي صافي إذن نفعل. لما صبح الصباح غادي يعيط رسول الله على الحسن والحسين وفاطمة، وجاب الثلاثة يطبقوا الآية نزلت على مولانا. لما شافوا رسول الله أنه خرج بناته وولاده خافوا وما قدروش يخرجوا لعنده ورجعوا لعند القوم ديالهم، وفرض عليهم رسول الله الجزية وقيل باللي أنه أكثرهم غادي يدخل للإسلام. غادي يجي واحد الوفد واحد آخر اللي سميته وفد تجيب، اللي غيدخلوا في دين مولانا، وفد سميتو طي. جاو لرسول الله كيقول رسول الله: كاع العرب لما ذكروا بفضل رأيتهم وجدتهم أقل مما ذكروا إلا زيد فإنه أكثر مما ذكر فيه. لما شافوا قال رسول الله: أنت زيد الخير، سمى بالخير من الخير والفضل اللي شاف فيه. الوفود غادية وجاية ما كتحبش، حتى جا واحد الوفد واحد اخر اللي سميتو بنو حنيفه ودخلوا في دين مولانا. وكان واحد الراجل ما بيناتهم سميتو مسيلمه، هذا الرجل اللي كان في قلبه مرض بغى يشرك رسول الله بالحكم ديالو. قال ليه رسول الله: ان الارض لله يورثها لمن يشاء من عباده. وجاء الحقد في قلبه على رسول الله. لما رجع القوم ديالو تظاهر بلي انه نبي من بعد رسول الله. رايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. في العام العاشر من الهجره غيصيفط رسول الله معاذ لليمن ونبه لواحد الامر. قال ليه معاذ: لعلك لا تلقاني من بعد عامي هذا. حزن رضي الله عنه واحد الحزن اللي هو أليم، كيفاش ما يلقاش الحبيب ديالو؟ وقال ليه: لعلك تمر على مسجدي وقبري. في العام العاشر غادي يقرر رسول الله باش أنه يخرج للحج، وعلم القبائل من حوله والعرب وسمعوا بلي أنه الحبيب غادي يحج إلى بيت الحرام. جات القبائل والوفود وحدة من مرة أخرى للمدينة كلها بغات تحج مع رسول الله. لما اقترب ذو القعدة من ديك السنة يخرج رسول الله من المدينة، وخرج معاه ألوف مؤلفة من الناس من المؤمنين كلهم بغي الحج مع رسول الله. لما وصل الحبيب لدي حليفة قال: أمرت أن أصلي بهذا الواد المبارك، غادي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر، من بعد غادي تريح سيدتنا عائشة بأحلى طيب، وأحرم بعمرة في حجة وساق معاه الهدي إبي اللي كانت كثيرة لتوجهات البيت مولانا، ومعاه جمع من المؤمنين اللي واحد العدد اللي ما كانش كيتحصى، كلهم تيقولوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الأرض كتسمع تلبية المؤمنين وغادين وكيرددوها وفرحانين، لعل أن رسول الله هذا هو آخر الحج ديالو لهذه السنة باش يتجمع من المؤمنين عدد كبير. لما دخل البيت الحرام مشى للركن فاستلموا، والناس من مراه وطف بالبيت سبعة يدعو الله وتيحمدو وتوجه للصفا ودعا الله وكبر وقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وهلل الرب عز وجل وسعى ما بين الصفا والمروة. وبقى رسول الله مستمر في المناسك ديالو والناس كيتعلموا منه. في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية مشى رسول الله لمينا، واللي ما كانش محرما أحرم بالحج. صلى في مينا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصيرا بغير جمع، ومن بعد ما طلعت الشمس في اليوم التاسع غيتوجه رسول الله لعرفة في خير يوم طلعت فيه الشمس.
غادي نزل في نميره من تحت واحد القبه ديالو وجلس فيها حتى مشات الشمس، ودفع الى الوادي معاه من الناس ما يزيد على 124 الف من المؤمنين اللي اول مره منذ قرون غادي يتجمعوا هاد الموحدون في هاد البقعه الطاهره، غيخطب ما بين الناس في هذاك الوادي. وكان فيما قال: ايها الناس، السنه 12 شهرا منها اربعه حرم. في اليوم اللي من بعد غادي يقول ان كل شيء في الجاهليه تحت قدم موضوع، وان دماء الجاهليه موضوعه، واول دمائنا أضع دم ابن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. وبدا كيخاطب الناس والصحابة كينقلوا الصوت ديالو: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، يقولوا ثلاثة ديال المرات، اتقوا الله في النساء. وقال في مقال تركت فيكم فإن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال في مقال: من سأل الناس أنكم ستسألون عني غدا فماذا أنتم قائلون؟ قاع دوك الناس كيتكلموا: قد أديت ونصحت وبلغت يا رسول الله. فأشار إلى السماء بصبعه إلى الناس وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. كلشي تيقول قد أديت وبلغت. من بعد غادي أمر بلال وأذن وأقام وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. فهاد اليوم خير أيام العام أنزل الله تعالى في السنة العاشرة في اليوم التاسع في يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر لما سمع من رسول الله بكى، قال لي: الحبيب ما يبكيك يا عمر؟ قال لي: يا رسول الله، كل شيء قد اكتمل فإنه لا بد أن ينقص. قال لي: صدقت يا عمر، اليوم تم الله عز وجل دينه. وغيركب رسول الله الناقة ديالو ومشى الموقف عرفة، وبدا كيدعو مولانا حتى غربت الشمس. من بعد غادي يدفع للمزدلفة اللي صلى فيها المغرب والعشاء ونعس حتى الفجر. من بعد ما أذن صلى ومشى المشعل الحرام، وقف كيدعو مولانا: فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه هنا هداكم. ولكن قبل ما تطلع الشمس غادي يمشي لمينا الى جمره العقبه الكبرى، وخد سبعه ديال الحصيات، وقال الناس: على مثل هذا فرموا، خذوا مني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا. غادي يكبر مع كل حصى. من بعد ما رماهم عيط بالابل اللي جابها 100 وحده، ونحر 63 بيديه، وخلى 37 لعلي بن ابي طالب. نحر من الابل عدد السنوات ديال العمر ديالو، وكلا منها وعطى البائس والفقير، وحلق صلى الله عليه وسلم، وتوجه البيت الحرام باش انه يتم الحج ديالو. ثم افيضوا من حيث افاض الناس، يعني انتم كالناس، الناس تفيضوا الى بيت الحرام كالامواج. غادي يخرجوا البيت الحرام باش يديوا طواف الافاضه اللي هو ركن اركان الحج. طاف رسول الله في اليوم العاشر من ذي الحجه، وخطب في الناس خطبه اللي فيها عاود واحد الجزء اللي خطبوا بالامس، ومما قال: ايها الناس، اي شهر هذا؟ قالوا ليه: الله ورسوله اعلم. سكت حتى ظنوا الصحابه باللي انه غادي يسميه بغير اسمه. قال: اليس ذي الحجه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. اي بلد هذا؟ الله ورسوله اعلم. اليست البلده زعما مكه؟ بلى يا رسول الله. اي يوم هذا؟ الله ورسوله اعلم. وسكت حتى ظنوا الناس باللي انه غيسميه بغير اسمه. اليس اليوم يوم نحر؟ بلى يا رسول الله. فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أنا قد بلغت، اللهم فاشهد. وقال لهم: لا ترجعوا من بعد ضلالة يضرب بعضكم رقاب بعض. يوصي الناس في الخطبة ديالو وكيذكرهم، وقال لهم: فليبلغ منك الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. غادي يدوز رسول الله نهار العاشر و11 و12 و13 في ميناء، كيذكر مولانا وكيعلم الناس الدين ديالهم. يوم 13 من ذي الحجة هيخرج رسول الله من ميناء ونزل أبطحة وبات فيها واحد الليلة، وغادي يتوجه البيت الحرام وطاف طوفة الوداع، وداع هذا البيت. ربما ما غاديش يقدر يشوفه رسول الله مرة أخرى، وغادي يرجع للمدينة. وهذه هي كانت حلقتنا اليوم. حلقة الغد غادي تكون جد مؤثرة، لأنها غادي تكون فيها وفاة حبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم ما كاينش سؤال في هذه الحلقة، بغيتكم غير تجاوبوني لتحت وتقولوا لي واش قدرتوا تتبعوا الحلقات كاملهم حتى لهذه الحلقة ولا لا. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.